نشرتنا اليوم نفتتحوها من أقصى الجنوب الشرقي التونسي وبتحديد تطاوين وين يتواصل اعتصام الكمور في انتظار عقد جلسة تفاوضية ثانية اليوم الخميس أو غدوة الجمعة مع وزير التشغيل والتكوين المهني والمكلف بملف ولاية تطاوين التنموي عماد الحمامي حول ما قدموه للحكومة من مطالب تتمثل في تشغيل 1500 شاب في الشركات البترولية و3000 أخرين في شركة البيئة والبسنة ورصد 100 مليون دينار سنويا صندوق التنمية في الجهة وفق ما أكدوا الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد. كيفاش فعل معتصمو الكامور مع خطاب رئيس الجمهورية البارح وما هي آخر مستجدات الوضع في الكامور؟ سؤال نطرحه مباشرة على مراسلنا محمد المؤمن. مرحبا بك محمد. محمد مرحبا بك، تحية ليك وإلى كل مشاهدين. اسمع، آخر مستجدات عندك في الكامور؟ ردتي في الأولى على ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بخصوص الاحتجاجات التي تشهدها ولاية تطاوين منذ 6 أسابيع، أكدت تنسيقية اعتصام الكامور أن ما جاء في الخطاب لم يستجب لانتظارات الشباب المعتصم، مؤكدين أن مطالبهم تتعلق بالتشغيل والتنمية دون الدخول بأي مواجهات مع وحدات الجيش وقوات الأمن. ومع انتظار موقف الحكومة من الطلبات التي قدمت مؤخرا، جددت التنسيقية تمسكها بهذه المطالب والاستمرار في الاحتجاجات السلمية إلى حين استجابة الحكومة بهذه المطالب. ويذكر أن تنسيقية الاعتصام قد قدمت مجموعة من المطالب تتلخص في تشغيل 1500 شخص في الشركات البترولية و3000 شخص في البيئة والبسنة ورصد 100 مليون دينار في صندوق التنمية بجهة، مع إبقاء ال 64 نقطة التي أعلنت عليها الحكومة. شكرا لك زميلنا محمد المؤمن على كل هذه التفاصيل وفي